في هاد لا فيديو هذا غادي نديرو دوزيام اكزرسيس كيتعلق بلا بيريوديسيتي. دونك نشرحوا شنو هي لا بيريوديسيتي. دونك اول حاجه قلنا شنو معنات اف بيريوديك. دونك تقريبا كتشبه شي شويه لداك بير و امبير. اف بيريوديك دو بيريود واحد العدد مثلا نسميه تي دو بيريود. غالبا كنرمزوا لا بيريود هي تي équivalente deux conditions خاصهم يكونوا vérifiées. Donc f périodique de période t équivalente quel que soit x appartenant tf x plus t appartenant tf. C'est la première condition. La deuxième condition, quel que soit x appartenant tf il a accepté f de x plus t خاصنا نلقاوها هي f de x. Donc périodique tu as ici deux conditions qui se peuvent chouiller le pair ou impair في الطريقه ديال الخدمه. اول حاجه كيف ما خدينا اكس دي اف الا زدناه تي حتى هو خصو يكون خصو يبقى في دي اف. وثاني كونديسيون فيه الكالكول فيه الحساب خصنا نحسبوا اف ديال اكس بلس تي ونلقاوها هي اف دو اكس. مزيان واحد لا رومارك امبورطون هنا غالبا لي زيكزامبل ديال لي فونكسيون ديال بيريوديك هما اللي كيكونوا متعلقين بالكوس والسينوس والطانجون. هذا ما كاينش بان ما كاينش لي فونكسيون وحدين اخرين غير هو زعما في البروغرام ديالنا وسورتو لحد الان حنا ما عندنا لا بارتي اونتيير ما عندناش شي حويجات بزاف ديال لي فونكسيون الانواع مازال ما شفناهمش. الو لحد الان لي فونكسيون بيريوديك نقدر نقول ضروري خاص يكون فيها واحده فيهم الكوس ولا السينوس ولا الطانجونت ولا ناخذ كونستانت. من غير لي فونكسيون لي كونستانت كيكون فيهم الكوس ولا السينوس ولا الطانجونت. وهادي سو سون دي فونكسيون تريغونوميتريك اللي شفنا العام اللي فات في ترون كوما اللي هما بيريوديك بيان سور. الو نشوفوا دابا كيفاش كنديروا نتعاملوا مع هاد لي كونديسيون هادو بجوج. ثاني رومارك بعدا هاد لا كيسيون الاولى ملي تيكون غالبا كيعطونا الدومين هو ار لان الا ما كانش الدومين هو ار تيكون فيها شويه الخدمه ماشي بحال ديك سيميتريك كتكون باينه ماشي بحال ديال البير و امبير تيكون فيها الخدمه اكس بلس تي ابارتون دي اف خاصه ديمونستراسيون ما كنديروش يعني ليك واخا ديتيرميني دي اف كيبقى شي شويه ديال الخدمه. نجاوبوا على هاد l'exercice li عندي هنا. Alors fait deuxième exercice عندي montrer que f est une fonction. انا بغيت نكتب t périodique ولكن ما بغيتش ندخل في هذه المتاهه هذه. انا جوست بغينا نعرفوا شنو هي périodique وصافي. Donc dans les cas suivants montrer que f est périodique de période t dans les cas suivants. Et on a pris واحد 4 exemples اللي غادي نخدموا معكم باش نفهموا ناخذوا ان بو بري يعني نفهموا شي شويه شنو كتعني بيريوديك صافي. هادشي اللي خصنا نفهموا بالنسبه لواحد المارك ثالثه هو ان بيريوديك في الشكل ديالها شي حاجه كتعاود شي حاجه مثلا الا درنا الكراف الا درنا لا كوب سي اف مثلا هاد لي فونكسيون اللي دايرين بحال هكا هذا بالضبط تيتسماو سينوزويدال اللي دايرين بحال هاد الشكل هذا بالضبط. واحد لي فونكسيون تيتسماو سينوزويدال اللي كيكونوا يا اما الكوس يا اما فيهم السينوس ولا مهم اي شكل كيتعاود ماشي بالضبط سينوزويدال اي شكل كيتعاود فيما نشوف شي فونكسيون دايره بحال هكا تتسمى فونكسيون بيريوديك. وهذيك مثلا دابا الا خدينا هذا الشكل هذا استغفر الله. الوغ الا خدينا هذا الشكل هذا مثلا من هنا حتى لهنا غنلاحظوا بان مثلا هاد لا كوب وصلت حتى لهنا وعاود نفس الحركه يعني بحال غتبدا من زيرو دابا وصلت حتى لهنا عاوتاني بحال غتبدا من زيرو تعاود نفس الحركه. هاد لا ديستونس هادي هي ديك التي اللي كنا كنتكلموا عليها هي لا تتسمى لا بيريود. لا بيريود وما كايناش بطبيعه الحال غير بيريود وحده كاين بزاف انفينيتي ديال لي بيريود ولكن اللي كي وانا في لا كيسيون كتكون هي الصغيره فيهم كاع. جاوبوا دابا على الاسئله. دونك بالنسبه لهاد ليكزومبل الاول شنو عندي اون اف دو اكس ايكال كوس ديال 3 اكس وعطاوني تي هي هادي عطاوني تي هي 2 بي سور 3. اذا خصني نتحقق من هادي كونديسيون بجوج اون كنا اول حاجه خصنا نديرو دي اف. دي اف شحال دي اف هنا بلا ما نفكر هي ار لانها فونكسيون كوس ما كاين لا كاس لا راسين لا طونجونت. دونك هاد لا كونديسيون هادي غتكون فيريفي لا بروميير كونديسيون غتكون فيريفي. دونك كيل كو سوا اكس ابارتون دي اف علاش لان دي اف هي ار. الا زدتي اي عدد الا خديتي اكس في ار وزدتيه مثلا جبيه 3 غيبقى في ار. دو بي سو 3 راه هو ديك العدد 3.14 هو بي غيبقى ابارتيان دي اف لا بروميير كونديسيون فيريفي. لا دوزيام كونديسيون شنو غندير اون ا ولا قلنا اون ا سوا الخدمه ديالها لاحظتو نفس الخدمه ديال بير و امبير سوا اكس ابارتون ا دي اف
on a f ديال موان x او لا باردون f ديال x بلس t f ديال x بلس t شحال تتساوي هي f ديال x بلس شحال تيتا وهنا في هاد ليكزومبل 2p سور 3 اذا هنا خصني نكون كنعرف f ديال شي حاجه بحال هكا f ديال x بلس 2p سور 3 ولا شي نوما كان هنا في الوسط كنمشي للفونكسيون f ها هي اللي عندي هنا وكندير مثلا كوس وبلاس x هي اللي كتبدل باش كتبدل كتبدل بهالشي اللي لداخل f شنو اللي لداخل f لداخل f هي x بلس 2p سور 3 اذا هاد x هادي غنبدلها بهادي وقلنا دائما شي حاجه فيها التحويل كنديروا لي بارونتيز باش ما نغلطوش دائما ضروري الفو ميتر لي بارونتيز الوغ هنا بلاس x هادي غنضع هادشي كامل وغادي ندير ليه لي بارونتيز هاديك الشيء اللي لداخل f هو اللي كندير ليه لي بارونتيز هادشي اللي لداخل f x باش بدلتها بدلتها بهادي وهادشي هذا هو اللي خصني ندير له لي ندير ليه لي بارونتيز هكا دونك غادي يعطينا كوس سي اون ديفلوب هادي اون تروف الوغ 3x و الى نشرت هنا عاوتاني نفس الشيء دونك 2p سور 3 3 va simplifier avec 3 et on trouve cos ديال 3x plus غتبقى لنا هنا 2p وهنا غنشيل واحد المساله مهمه الكوس والسينوس الى زدنا 2p ولا نقصنا 2p ولا اون جينيرال زدنا 2kp يعني 4p ولا 6p ولا 8p ولا 10p ولا 16p كتبقى هي الكوس ديال x دونك هادي غات 2p بحال هكا كتمشي كتبقى 3x كار cos ديال grand x زدتيها 2p كتعطينا هي cos ديال grand x cos ديال grand x بحال هاديك 2p ما كتبقاش وهادي كنلاحظوها بان هي f دو x اذا لاحظوا لي كونديسيون كيفاش دايرين الشرط الاول قلنا كناخذو كي كسوا x ابارتون دي اف وكنزيدو ديك العدد خصو يكون كبارتي دي اف ودي اف هنايا ار قلنا غالبا كيعطيونا الدومين كيعطيو لينا هما ار في هاد البيريوديك باش ما كنلقاوش مشكل في لا كونديسيون الاولى دابا هنا قلنا f ديال x بلس t حسبنا f ديال x بلس t حسبناها درنا التعويض هنا لقينا في الاخر هي f دو x لقيتي f ديال x بلس t لقيتي هي f دو x شنو كنقولو نقولو دونك f اي بيريوديك دونك f اي بيريوديك دو بيريود لا بيريود ديالها t ايكال ديك العدد اللي عطاونا لنا 2p سور 3 الى حطيتو هنا هما تيعطيونا لا بيريود حيت صعيب تلقى لا بيريود الا سيونس مات ولا هادي مهم صعيب مزيان دونك هذا ليكزامبل الاول ندوزو ليكزامبل الثاني ليكزامبل الثاني عندي ليكزامبل الثاني عندي دوزيام اكزامبل Donc on a f de x est f de x est égal 5 sinus de 2x moins 3 où t est égal à p. Donc où le hajet domaine de f est égal à r. Il n'y a pas de casser la racine de l'eau. Donc domaine ou r. Je nous tiens à dire il y a quand le domaine ou r. Tiens à dire donc quel que soit x appartenant df, x il est dit à la période li p appartenant df. Dire la condition de l'oula. Df y a r, il est dit à p appartenant df. Ou bien, nous avons dit que df y a r. Même bien, nous avons dit que soit x appartenant df, nous avons dit que f dit x plus t. On a f dit x plus t égale f dit x plus ou t chagrin y a p. Donc, nous avons dit que j'ai une fonction f. كنرجعو لاف كنكتبو كيما هي 5 سينوس ديال اش 5 سينوس هاد موان 3 تاهي مكتبدلش شنو لي غادي تبدل 2 تاهي تكتب هاد اكس غنبدلوها باكس بلس بي هاد اكس فقط هي اللي كتبدل هاد اكس هادي غنبدلوها باكس بلس بي وغنديرو لي بارونتيز كيما قلنا شنو هو اللي كندير لي بارونتيز هي هادي هي الشي اللي داخل اف ونكمل عادي موان 3 كاع داكشي اللي كاين تما كنكتبو نكمل هنا دونك ايكال 5 سينوس ديال 2 fois x et n'acharne 2x et n'a 2p moins 3 au gna 5 sinus au gna m'liquid qu'on 2p z et 2p qu'on haïdouf z et m'achif d'a on ktibou hna car sinus dl 1 grand x il est d'yab 2p katayne yes sinus dl grand x bhal ha bhal bhal cos bhal tangente el wèk l'adad li ken kon hna khsou kon pair khsou kon 10p ou 6p ou 16p
بحال السينوس بحال التانجنت والتانجنت واخا يكون امبير ماشي مشكل دونك وهذه كنلاحظوا هي اف دو اكس هذه اللي قارنتيها مع اف دو اكس اف دو اكس هي هذه راه كنلاحظوا اف دو اكس هي دونك هذه هي اف دو اكس دونك شنو نقول دونك اف اي بيريوديك لاحظنا نفس الخدمه بيريوديك دو بيريود شحال بيريود تي ايكال داك اللي درناها اللي عطاوها لينا هي بي دونك كاينين جوج ديال لي كونديسيون اكس كيك سوا اكس ابارتون دي اف اكس بلس ديك لا بيريود تي ابارتون دي اف شرط ثاني كنحسبوا اف ديال اكس بلس تي خصنا نلقاها في الاخر هي اف دو اكس يعني ما كايناش هي اف دو اكس غيكون ني با بيريوديك ولكن هما عطاو لينا قالوا لنا مونتري لا بيريوديك دونك خصنا نلقاها في الاخر اف دو اكس ناخذوا ان اكزومبل الثالث الوغ في هاد ليكزومبل هذا 3 شنو عندي ثوازيام اكزومبل شنو عندي قلنا الوغ اف دو اكس عندي هي هادي اف دو اكس ايكال 4 كوس او كاري بي اكس بلس 3 موانز 1 وعطاونا تي هي 2 الا شفنا ليكزومبل راه كيبان كيخلع ولكن حنا كنخدمو عادي قلنا دي اف ايكال ار دونك هنا ما كاين لا كسر لا جذر لا ولا ما فكرش في هادشي هذا كاع كاين اللي كاين هنا بحال كنعمل هادشي كامل ما كاين حتى شي مشكل دونك la condition de l'oula, il vérifie. Je n'ai pas la condition de l'oula. Quel que soit x appartenant de f, x plus t, je n'ai pas de t à valer, il y a un juge. Appartenant de f. Il y a juste le kitab, si d'alors c'est le kitab, il y a la phrase qu'on dit, on va faire un chichad. Deuxième condition qu'on dit, soit x appartenant de f, on a, qu'on a f de x plus t. Est égal, je n'ai pas f de x. واخا ايكال هنا اف ديال اكس تي عطاوها لينا هي 2 ايكال وكنمشيو قلنا الفونكسيون اف كنكتبو 4 نكتبو هاد 4 نكتبو الكوس نكتبو او كاري شي كامل كيتعاود نفسو بي نكتبوه حتى هي ملي توصل اف عاد عوضها باكس زائد 2 ملي توصل اكس باردون عاد عوضها باكس زائد 2 وخصني ندير ليها لي بارونتيز شنو هي الحاجه اللي كندير ليها لي بارونتيز هي الشيء اللي داخل اف وكنكمل عادي 3 هنا ما كايناش اكس موانز صافي هاد اكس بوحديتها هي اللي كتبدل كتبدل باكس زائد 2 دونك شحال هادي كنشرح عادي كوس او كاري ديال اش بي اكس بلس 2 بي بلس 3 موان 1 غير نشرت هنا هاد خليت كوس او كاري خليت اقواس 4 كوس او كاري وهنا نطبق ديك البروبريتي قبيله ملي كتكون زائد 2 بي لداخل كنمشي كتبقى بي اكس زائد 1 موان 1 هنا كار كوس ديال اكس بلس 2 بي تعطينا هي كوز ديال اكس هادي قلنا اللي خصنا نكونو عارفين من بعد وهادي كنلاحظوها راه هي اف دو اكس الا قارنا هادي ب اف دو اكس هي اف دو اكس ها هي الوغ هادي هي اف دو اكس هنا 3 لا بار هنا 3 دونك هادي هي اف دو اكس شنو نقول دونك اف صافي سيت لقيت في الاخر لقيت اف ديال اكس بلس تي حسبتها لقيتها في الاخر اف دو اكس صافي كنحبس هذا هو الشرط الثاني دونك اف اي بيريوديك دو بيريود تي ايغال وكندير داك لا بيريود اللي عطوني هي 2 صافي جاونا على المثال دوزو المثال الاخر الوغ هاد المثال الاخر شنو عندي عندي اف ديال اكس مثال الاخر 4 اون دونك عندنا اف دو اكس هي هادي حتى هنا اونكور اون اوتر فوا لو دومين هو ار ما كاينش قلنا مشكل حيت ما كاين لا طونجونت لا كسر لا جذر اون دي اف ايكال ار ما كان جوستيفي ما كندير والو دونك كيل كو سوا اكس ابارتونون دي اف اكس الى زدتها لا بيريود اللي عطاوها لي هما هي 2 بي ابارتونون دي اف هذه كونديسيون الاولى كونديسيون الثانيه سوا دائما كونديسيون الثانيه هي هذه سوا اكس ابارتون دي اف شنو كنا كنديرو كنحسبو اف ديال اكس بلس لا بيريود بلس تي اللي تتساوي اف ديال اكس بلس شحال لا بيريود طوالينا هي 2 بي وكنديرو نفس الخدمه ديال قبيله تمشيو لاف نكتبو الكوس شي كامل كيتكتب بلس اكس هي اللي كنبدلوها كنبدلوها بهادشي هذا اكس نبدلها اكس زائد 2 بي وخصني ندير ليها لي بارونتيز هاد اكس غنبدلها اكس زائد 2 بي ندير ليها لي بارونتيز بلس 1 موان سينوس
ديال 2 فوا هنا السينوس نفس الشيء كتكتب اكس هي اللي كتبدل فقط اكس باش غتبدل غتبدل باكس بلس 2 بي تبدل بهذا الشيء اللي داخل اف حيت هنا عندي اف ديال اكس بلس 2 بي نزيد نحسب هذه كوس ديال 3 فوا اكس ديفلوبي هذا الشيء بلس 2 بي 3 فوا 2 بي هي 2 بي بلس 1 موان سينوس ديال 2 فوا اكس بلس 4 بي مزيان وهنا لاحظنا الى لاحظنا ملي كيكون عندنا 6 بي تتمشي و 4 بي حتى هي تتمشي هنا نورمالمون قلنا 6 بي تتمشي و 4 بي كتمشي دونك شنو غتعطينا شنو غتعطينا هنا غتعطينا كوز ديال 3 اكس بلس 1 هادي كامله مشات 6 بي مشات ملي كتكون في زائد موان سينوس حتى هادي غتمشي غتبقى سينوس ديال 2 اكس وهادي كناخذوها هي اف ديال اكس هادي هي اف ديال اكس اللي عندي في الاول هي هادي هادي هي هادي اذا لقيت الشرط الاول فيريفي الشرط الثاني فيريفي لقيت اف ديال اكس بلس تي اف ديال اكس دونك شنو نقول دونك اف اي بيريوديك بيريوديك دو بيريود دو بيريود لا بيريود ديالها هنا دو بيريود تي ايغال دو بي واحد لا رومارك اللي هي امبورطونت قلنا هنا كنديرو ضروري ديك كار كار نجيستيفي بهذه الطريقه سينوس ديال اكس بلس 2 كار بي دابا نديرها قاعده اون جينيرال كتساوي سينوس ديال اكس و الكوس ديال اكس حتى هي بلس 2 كار بي تساوي كوس ديال اكس صافي هادو البروبريتي اللي خصنا نعرف هاد الكوس ما كاينش شي حاجه اخرى طونجونت نفس بحالهم دونك ميرسي دو فوتر اتونسيون